بصي، شفتي بقى أنا جبتلك إيه؟ وده علشان إيه؟ علشان الأيام اللي فاتت ما كنتش مهتم بيكي ولا واخد بالي منك بسبب القضية، وبعدين لو ما كنتش أجيبلك إنتي هجيبلي مين بقى؟ وريني كده. جميل، شكله حلو قوي عليكي. هما الناس اللي زيكم بيقولوا ايه؟ لما البنت او واحدة ست بتبقى جميلة قوي، الناس المشاهير بقى لما بيشوفوها بيقولوا عليها ايه؟ تحفة. تحفة، ايوه تحفة. بيقولوا ايه كمان؟ بيقولوا رائعة، حلوة، جميلة. رائعة، حلوة، جميلة. رائعة وحلوة وجميلة، كل الكلمات دي ليهم كلمة واحدة عندي. إيه؟ الكلمة هي سنجانة. إيه، مفيش شكراً؟ شكراً. مش طالعة حلوة ليه؟ مش زي كل مرة، ها؟ أنا أسفة، متشكرة قوي. كده. عموماً أنا عايزك في حاجة. إيه؟ عايز أصحح غلطة. إيه هي؟ أنا كنت متضايق شوية، فغلطت في المحامي اللي ماسك القضية بتاعتي، فسابني واتنازل عن القضية، وأنا بقى محتاجه جدا عشان المحققة ريفاتي عمالة تجمع أدلة ضدي، ومفيش غير المحامي ده هو اللي يقدر يطلعني منها بكل سهولة، أقصد يعني يطلعنا. رجان، طب وأنا مالي بده؟ بتقولي إيه؟ طول ما أنا متورط في القضية يبقى أنت متورطة. أنت بقى كل اللي هتعمليه إنك هتروحي للمحامي ده وتقنعيه إنه يرجع يمسك القضية مرة تانية. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.